ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا مع بعض النهارده نعمل برجر بطريقه سهله جدا جدا جدا، طعمه خطير، وهنقدم معاه صوص البيج ماك كنا عملناه قبل كده. خليكم معايا وشوفوا ساندوتش البرجر عملناه ازاي. خليكم معايا. وعلشان نعمل برجر زي بتاع بره بالظبط واحسن كمان، ممكن نعمل ايه؟ مش هنشتريه تاني من بره، بس النهارده معايا هنا كيلو من اللحم المفروم. هبتدي ان انا استخدم عليه الخلطه الجاهزه بتاعه البرجر من ماجي. إيه الكيلو هياخد كيسين. كل اللي انا هعمله ان انا هفضي الكيسين بتوع توابل البرجر على اللحمه المفرومه، وزي ما قلت لكم الكيلو بياخد كيسين من التتبيله بتاعه البرجر دي، وهندعكم كويس جدا مع بعض ندخل التتبيله في اللحم. زي ما قلت لكم ده كيلو من اللحمة المفرومة، واللحمة بس هعلق عليها حاجة ان لازم يكون فيها نسبة ده، يعني تقريبا 20% منها ده. حطيت على الكيلو كيسين، وزي ما قلت لكم هبتدي بقى ان انا ادخل التتبيلة دي في اللحمة المفرومة. انا دخلت بقى التتبيلة في كيلو اللحمة كويس جدا وعجنتها كأننا بنعجن كفتة بالظبط، وعايز اقول لكم الملح بتاعها مظبوط والتوابل بتاعتها طعمها خطير. هبتدي بقى ان انا اشكل البرجر بتاعي. انا ما عنديش المكبس، ما عنديش اي حاجة ان انا اشكل بيها. هاخد كرة كده قد البرتقانية او قد اليوستفندية، وهبتدي ان انا اكورها كده تمام زي ما انتم شايفين اهو، وهبتدي بقى ان انا اجيب كيس ثلاجة واشكل عليه. خدت كوره تاني اهو قد البرتقانيه او الاستفندياية، وزي ما قلت لكم نبتدي ان احنا نفردها كده طبقه رفيعه على اي شكل، يعني احنا كده كده لسه هنكورها تاني. وهبتدي ان انا اخد شويه من الجبنه الموزاريلا، وزي ما قلت لكم حبه علشان نقدر ان احنا نقفلها اهو. ابتدي بقى ان انا الم الطروف دي كده على بعض تمام، امسكها بقى بايدي عشان اعرف اتحكم فيها، وابتدي ان انا اقفل عليها بحيث الجبنه ما تطلعش من جواها اهو. نقفل كويس، نعملها شكل كوره تاني، رجعناها كوره. نبتدي ان احنا نحطها على الكيس اللي بنفرد عليه، ونبتدي ان احنا نضغط اهو. بصوا لميت الكيس وبضغط عليها كده لغاية ما تديني شكل الدايرة. طبعا السمك اللي احنا عايزينه نبتدي ان احنا نظبط عليه، وبين كل واحدة والتانية بحطها على كيس تلاجة وبغطيها بكيس تلاجة تاني علشان يبقوا لما يجي يتحط فوق بعد كده ويجي ان انا اطلعها يبقى سهل ان انا افكها وان انا استخدمها. هخلص بقى الكمية اللي معايا ونرجع نشوفهم كلهم مع بعض. خلصت الكميه بتاعتي بتاعه البرجر. الكيلو عامل معايا 12 واحده او 12 برجرايه من الحجم الصغير. حابين تكبروا حجمه عن كده وتخلوا الكيلو يعمل معاكوا 10 او اقل كمان، دي على حسب انتوا بتحبوا السمك بتاعه قد ايه، بس انا عملته بالحجم ده عشان يستوي معايا كويس وما يبقاش فيه حاجه نايمه من جوه. زي ما انتم شايفين انا فصلت كل واحده عن الثانيه، كل واحده غلفتها لوحديها علشان يبقى سهل ان انا اطلعها من الفريزر تفك على طول احطها، او ما تبقاش لازقه انا بحطها على طول وهي متجمده على البوتاجاز. فكده تقدروا ان انتم تخزنوهم بالشكل ده. خليكم معايا بقى ونشوف هنسويه ازاي. تعالوا مع بعض كده على جريل او على طاسه او اي حاجه تكون مش بتلزق. انا يعني على المهم حاطين معلقتين كده من الزيت، ونبتدي ان احنا نسخنهم وننزل بقطع البرجر بتاعتنا ونسويها. مش هنحركها غير لما نحس ان هي اخدت لون من تحت، نبتدي ان احنا نحركها ونقلبها على جنب كده تمام كده. البرجر بتاعنا اخد لون كده من تحت وابتدى لونه يتغير، نبتدي نقلب على الجنب التاني. مهدين النار، مش مهدينها على الاخر بس النار معانا وسط اهو، شايفين اللون. عايزه اقول لكم ان هو يعني برضو ما كشش بنسبه كبيره. البرجر معايا كده تمام استوى من الجنبين، هبتدي ان انا اطلعه واحطه في طبق وبعد كده نشوف هنعمل ايه في العيش. البرجر معانا بتاعنا اهو خطير، ريحته وطعمه وهمي.
تعالوا بقى ندي تحميصه كده للعيش بتاعنا. على نفس الطاسه اللي احنا عملنا فيها البرجر معانا هنا العيش بتاع الكايزر، ونبتدي ان احنا ناخده ونحطه كده على القلبة بتاعته بحيث ياخد تحميصه كده حلوه. تعالوا نشوف بقى كده مع بعض العيش، بصوا اخد تحميصه حلوه ازاي. نكمل باقي الكميه اللي معايا ونرجع نرتب الساندوتش بتاعنا. زي ما انتم شايفين جهزنا العيش، عملنا البرجر، قطعنا الخضار، والخضار اللي معانا طماطم وبصل متقطع شرايح. لو حابين البصل تكرملوه شويه كده على البوتاجاز او حابينه ني زي كده، المهم نقطع شرايح رفيعه. معانا كابوتشا، واللي حابب كان يحط فلفل رومي او فلفل الوان دي حاجه ترجع لكم. كمان صوص البيج ماك اللي احنا كنا عملناه مع بعض قبل كده اهو. وتعالوا بقى نمسك كده الصوص اللي معانا ونبتدي نحط في الساندويتش كده من فوق ومن تحت على الطرفين بتوع الساندويتش اهو. سامعين صوت ان العيش قرمش معانا؟ حاجه كده خطيره بجد. الصوص ده حلو قوي، هيعجبكم. هحط لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. كنا عملنا قبل كده برجر الفراخ وبرجر اللحمه في فيديو قبل كده، بس كان في بدايات القناة، برضو هحط لكم اللينك بتاعهم في صندوق الوصف. تمام كده نبتدي ناخد ادي الجزء اللي تحت اهو بتاع الساندوتش، نبتدي نحط عليه ناخد كابوتشا، واحدتين من الكابوتشا كده، وطماطم. طبعا ترتيب الساندوتش ده على حسب انتوا بتحبوا ايه. نبتدي نحط كمان واحدة برجر، اللي حابب يحط خيار مخلل او فلفل برضو دي حاجة ترجع لكم. اللي حابب يحط الجبنة بتاعت الساندوتشات البرجر، بس احنا كده كده حاطين موتزاريلا جوه البرجر فمش محتاجين نحط جبنة الساندوتشات. ايه رأيكم بقى في الساندوتش بتاعنا؟ حاجة كده خطيرة. نكمل باقي الساندوتشات مع بعض ونرجع نقدمه. وبكده نكون عملنا البرجر بطريقه سهله وبسيطه ما فيهاش تعقيد، واتمنى يكون الفيديو سهل وبسيط بالنسبه لكم يعجبكم وتنفذوه. ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد. باي باي.